ازيك يا طنط؟ حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي نورتين. الله يخليك. اهلا اهلا بيكي. رغم ان انا ما شفتكيش غير مره واحده بس، لكن دخلت قلبي على طول. سالت امير عليك، قال انك مشغوله شويه، قلت اجي ازورك واشوفك واقعد معك شويه. القلوب عند بعضها. طب اتفضلي. متشكره يا بنتي. ايه بقى، شاي ولا ايه؟ لا، شوية مية. لا ما ينفعش. إيه، انا ما بشربش غير مية بس. طيب ثانية. اتفضلي. هو والدك فين امال؟ خرج. كويس كويس. اصلا عايزاكي في حاجه صغيره كده. طيب شوفي، تعالي جنبي كده، انا هقول لك كلمتين كده وعايزه اخد رايك في اللي انا هقوله. إمي، من فضلك عايزة كل البيانات الخاصة بقسم العلاقات العامة والمهام الموكلة ليه. الحقيقة ده لازم يكون بطلب رسمي الأستاذة كمال يتوفي عليه. مش مفيش مشكلة، هقول لمستر وسيم إنك مش عايز تديني طلب. هو وسيم بيه طلب ده؟ آه طبعا. متشكرة أوي. عليا تعالي، عايزك تعالي على الكافيتيريا نتكلم في الموضوع، انا عايزاكي فيه. تحت امرك. تعالي ورا. بصريح العباره كده ومن الاخر، امير بعتني عشان اقول لك كلمه واحده. هو عينه منك. وشك بيقول انك مبسوطه، بس في حاجه عايزه تقوليها. انت عارفه اللي فيها يا طنط، الموضوع صعب قوي. ولا صعب ولا حاجه، اللي انا بقوله لك انا عارفه انا بقوله ازاي. لا صعب، صعب قوي كمان. مش صعب ولا حاجه، قولي انت بس وسيبي الحكايه عليا وانا هعرف اعمل ايه. طنط المشكله مش فيا ولا بابا، للاسف المشكله في الناس اللي حوالينا. احنا في مجتمع قاسي جدا وللاسف متعصب وللاسف من الطرفين. مش عارفة تفتكر هيرحمونا؟ أنا معجبة بأمير، بس مش عارفة أقولك إيه. قولي اللي أنت عايزة تقوليه، وأي كلمة هتقوليها أنا هفهمها كويس. أنا عندي 31 سنة دلوقتي. إن شاء الله يكون 100 سنة. مش دي القضية، أنا خايفة يكون هو ده السبب الرئيسي في انجذابي الأمير. جايز إحساسي إن أنا كبرت، أو زي ما بيقولوا عانس، ولقيت أمير مهتم بيا ورجعلي ثقتي في نفسي. عانس إيه؟ ده أنت زي القمر، والكلام ده كان زمان مش دلوقتي. زمان ودلوقتي وكل وقت. للأسف العادات السيئة عندنا ما بتتغيرش، لنا الصدارة فيها على طول. بصراحة عندك حق. أنا محتارة أوي، عايزة أحب وأتجوز، بس عمري ما تصورت إني هعمل ده مع واحد مش من دين. أقولك وتجاوبيني بصراحة، لو أمير راح بلد أجنبي، يعني بلد خواجات، واتجوز واحدة من هناك، طبعاً هتبقى مش من دين، هيحصل حاجة؟ لا. شوفي يا بنتي، إحنا بنينا بينا وبين بعض سدود. معرفش ليه، الحياة زمان كانت أسهل، ما كانش حد فينا بيكفر التاني ولا حد فينا بيطعن في إيمان التاني. ما كناش نعرف مين المسلم ومين المسيحي، كنا كلنا بنحب بعض. لكن انتم زمانكم صعب قوي، والفتن بتزيد فيه يوم بعد يوم. السواد ده مش هيروح إلا إذا قررتم إنكم تقفوا ضده. لو بتحب أمير اتجوزيه، لو انتوا في اي بلد
هتتجوزوا، محدش هيقف ضدكم، وهتعيشوا حياة سعيدة. المشكلة مش في إنك مسيحية وهو مسلم، المشكلة هنا في الناس اللي هنا، في الأفكار اللي هنا. أنا معجبة بيكي قوي. شوفي، أنا مش هقوله إن أنا جيت وقابلتك. فكري في اللي بقولهولك، وبلاش عمرك دي هدر. حرام، حرام عليكي. ما تيجي نفتح قلبنا لبعض ونجيب من الآخر. أنا أخي المعروف. عرفيني علي. الشغل، أنا مش عايزة غير الشغل. أنت إيه اللي جابك هنا؟ القدر. هو أنا كنت أعرف إنك بتشتغلي هنا؟ أصل ما فيش حد يجي شركة زي دي إلا إذا كان في حد موصي عليه، واللي موصي عليكي ده أكيد قريب قوي من صاحب الشركة. يعني أنت جيتي هنا بواسطة؟ آه. طيب، أنا كمان دورت على شركة محترمة، شركة ليها مستقبل، وقلت اشتغل فيها. ده حقي ولا مش حقي؟ مين وسطتك هنا يا علي؟ ويهمك في ايه؟ عشان نعرف قيمه بعض. بنتي قلتيها قبل كده، انا حته بنت خدامه، مش ده اللي انت قلتيه لوسيم؟ عايزه تعرفي ايه تاني يا حبيبتي؟ اصل يا روحي ما فيش حد يجي شركه كبيره زي دي ويتصرف التصرفات اللي انت بتتصرفيها، ما يبقاش مسنود. وليه ما تقوليش ان انا عارفه انا عايزه ايه كويس، وان هو اقتنع بكلامي كمان. انت عايزه السيديهات ليه؟ هو مش ده شغلي ولا ايه؟ ما تخلينيش احطك في دماغي. ضحكتيني. يا ريت. لعلمك بقى انا نفسي من زمان قوي حد يحطني في دماغه، اصل انا زهقانه قوي. من زمان ما حدش عمل معايا كده. يعني نتسلى شويه، تعكليني عليا، اعكنن عليكي، بدل ما احنا عايشين حياه مبسوطين كده على طول، ده حتى نزهق يا شيخه. طب روحي على شغلك. اتفضلي. اللي هو ايه؟ اصل انا من ساعه ما جيت وانا مش لاقي حاجه اعملها. ممكن حضرتك تقولي لي اعمل ايه؟ انا شايفه كل البنات بتشتغل الا انا. ما انت هتروحي على مكتبك لحد ما انا اقول لك تشتغلي هنا. ما عشان كده انا قررت اشغل نفسي واخلق شغل لنفسي. عن اذنك. تصدق بقى ما عندكيش حق. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، اوعي تفتكري اللي انا كنت بعمله ده معاكي عشان لما اقصى بكرهك ولا عايز اسيك ابدا، والنعمه ابدا، والمصطفى ابدا. انا كنت بعمل كده عشان بحبك. وبعدين بصراحه بقى انت كنت بتعملي حاجات تضايقني، بتخليني احس كده لما اقصى ان انا مش قادر احكمك، والموضوع ده بقى بيجنني بيشعوطني. انا بصراحه كده بحبك، بحبك، بحبك قوي. انت عرفت مكاني منين؟ ما انت عارفه يا ست الكل، اللي يسال ما يتوش. وسالت مين؟ انا بصراحه ما سالتش، مشيت ورا البيت ليلى وعاليه. ومخك قال لك بقى انك هتيجي هنا وتعمل اللي كنت بتعمله زمان، ها؟ لا خالص ابدا. طب تصدقي من ساعه ما سبتيني وانا مش عارف انام، وضميري كل شويه يأنبني، وعالي يقول لي كان فين دماغك يا جابر وعقلك وانت بتعمل العمايل دي؟ بس عارفه بقى عذري الوحيد في اللي انا كنت بعمله ده ان انت تفضلي جنبي وما تسيبنيش. بس انا بحبك، بحبك قوي قوي. ونبوي قطعت وقطعت سيره امها، مش طلعت لمؤاخذه شمال؟ يا سلام. ما انا طلعتها. بيني وبينك الجواز دي ما كانتش تلزمني من اساسه. هو انت عايز ايه بالظبط يا جابر؟ جاي هنا ليه؟ ما مرضكيش برضه يا حبيبتي ان احنا نعيش بعيد عن بعض، تبقى انت في حته وانا في حته، ينفع والنبي؟ ده حتى حرام، وكمان ما يرضيش ربنا. وايه بقى اللي يرضي ربنا؟ ان احنا نعيش مع بعض. يعني انت عايز تيجي تعيش معايا هنا؟ نعيش سوا مع بعض، ناخد بحس بعضينا يعني، ولا مؤاخذه برضه يعني انت برضه محتاجه راجل يقف جنبك ويحميكي. وانت بقى الراجل اللي هيقف جنبي ويحميني؟ طب اسمع بقى يا جابر، انت هتفضل هنا جنبي
بس مش عشان انت راجل ولا بتحميني، عشان في حاجة هنا في دماغي ومش هتحصل غير وانت موجود قدام عيني. دينا! دينا! نعم. انت ايه بتوع الامن من تحت؟ حاضر. امن ايه طيب؟ امن ايه؟ انت مش عايز تيجي تعيش معانا هنا؟ اتقل بقى عشان تاخد حاجة نظيفة. وكده هتبقى عندنا زي الفل. خدوه. لو عرفت انه اتحرك من المكان اللي هتحطوه فيه مش هرحمكم. يلا. طب يعني بس افهم بس في ايه؟ طب يعني اخد فكرة بس. خدوه. حبيبتي عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. لا يا روحي انا بخير قوي. مبروك يا روحي. اصلا انا سمعت انك اتجوزتي جوازة هايلة، والله العظيم فرحتلك من قلبي. هي عربيتك فين؟ واقفة بره الحارة؟ صحيح، اصل الحارة ضيقة ما تسعهاش. بقولك ايه؟ ما تلمي نفسك وبلاش ترامي عليا بالكلام علشان يومك يعدي معايا. يا حبيبتي انا ملمومة قوي واعرف الم نفسي كويس قوي كمان، ولما اقع واقفه ولا حاجه تهزني. عارفه ليه؟ عشان ما ببيعش نفسي. عن اذنك. عن اذنك. طلع فين؟ طلع بيتنا. ابوكي مش فوق. هروح للمحل. ولا في المحل. امال ابويا فين يعني؟ ابوكي في المستشفى. انا ابويا جرى له حاجه؟ ابوكي في المستشفى وحالته زي الزفت وانت السبب. اي حاجه وحشه بتحصل للراجل ده انت السبب فيها. اتشفى يا سلامة. اتشفى كمان. قول اللي انت عايزه. ولا اتشفى فيكي ولا عايز منك اي حاجه. انا قلت اقول لك هو في مستشفى ايه. عايزه تعرفي تمام، مش عايزه تعرفي انت حره. استنى، مستشفى فين؟ ميعاد الزياره كمان نص ساعه. وانا رايح. هلا، ازيك يا حياتي؟ وحشتيني قوي والله. وانت يا روح الروح عامل ايه؟ كويس كده الحمد لله. يلا ساميه شوفي انت كنت رايحه فين. لا راحه ولا جايه بشوقك. بقولك ايه يا هلا، بيسلمي لي على امك. بتحبك. اسمع اللي بقولك عليه بس اوعى تروح تقول لها ان انا قلت. وانا مش فاهم حاجه يا ستي، يعني ايه بتحبني ولسه بتاخد وتدي مع نفسها؟ انت فاكر ان اللي هي فيه ده سهل؟ ما انا مش اول ولا اخر واحد يعمل الموضوع ده يا ستي. شكلك انت هتقفش بقى. اقفش ليه؟ هو في حاجه تاني؟ طبعا في حاجه تاني. ما تزعلش لو ما حصلش نصيب. البنت دي صعبانه عليا قوي، حسيتها زي بنتي، وانا قلت اللي ربنا قدرنا عليه وبصدق نية. والله يا ابني زمانكو ده زمن مهبب. زماننا ما كناش نعرف المسلم من المسيحي، لكن انتوا زمانكم الكره فيه اكتر من الحب. ربنا يخليكي لينا يا ستي. بعد اذنك. ربنا يحميك يا ابني انت واللي زيك. ان شاء الله في اجتماع شامل على مراحل مع كل العملاء اللي معانا. احنا لازم نطلعهم على كل الحاجات الجديدة، فلازم تبلغيه بأهمية الاجتماع. ماشي، باي. اتفضل. أنا آسف جدا اتأخرت على حضرتك. لا ما تقولش كده، اتفضل. أشكرك. تشرب إيه؟ شارب وزي الفل. لا ما يصحش. إن كان ولا بد بقى قهوة مظبوطة عشان الكلام اللي هنقوله مظبوط قوي. شكلك هتقولي كلام مهم قوي. طبعا. الو، قهوة مظبوط بسرعة. ماشي. ها قولي الأخبار. مدير البنك مطبخة معايا إيه؟ ده إيهاب وغيره وغيره وغيره. بيدي قروض من غير ضمانات؟ من غير ضمانات والأوراق مش مظبوطة. اوكي، وبيقسم معاهم؟ بالظبط كده.
شكلك مبقوق منه قوي. انا مش مبقوق منه ولا حاجه، انا نفسي الناس دي تتغير والبنك يتغير للاحسن. طب انت هتستفيد ايه لما تجيب لي كل الورق اللي يثبت تورط مدير البنك؟ من ناحيه هستفيد، هستفيد وانت سيد من يقدر. معاك الورق؟ ساعتك عارفه الورق ده بقى موضه قديمه قوي. اتفضلي يا ست الكل، العيشه بقت صعبه قوي. لا ما تقلقش، الامور تمشي زي ما انا عايزه، اللي كان عندي حاجه عمرك ما كنت اتخيلها. هو بعد العيد بيتفتل كحك يا ست الكل؟ اللي عايز ياكل كحك طول السنه يبسه يا باشا. على كل حال انا واثق في حضرتك وعارف ان انت مش هتاكلي حقي، استاذنك انا. طب مش هتشرب القهوه؟ خليها مره ثانيه عن اذن حضرتك. اتفضل. هو انت ايه؟ على طول كده ما عندكش وقت؟ ايه رايك بقى؟ بيتهيألي لو مصباح علاء الدين مش هيحقق لك طلبي بالسرعه دي. يا جنن ربنا يخليك ليا. انا بجد حاسه ان دي هتبقى بدايه مرحله جديده في حياتي انا وانت. انا كل اللي يهمني ان اتاكد ان الولد ابني. وبعدين بقى؟ خلاص خلاص خلاص. قولي لي بقى، هتيجي تعيشي معايا في الفيلا امتى؟ بص بقى حبيبي، انا فكرت ولقيت انه احسن لنا احنا الاثنين ان انا اخلص الاول العده بتاعتي. انت عايزه تقولي انك هتعيش لوحدك لحد ما تنتهي العده؟ طب انا عايش لوحدي ليه؟ انا هروح اقعد مع ابويا. ما انت مالك كلامك غريب كده ليه؟ ليه محسسني ان انت ورا كلامك معنى كده مش كويس؟ عشان انت قلقانه وخايفه على طول. لا انا مش قلقانه وخايفه، وانا ايه اللي هيقلقني؟ انا طول ما انا معاك مش هبقى قلقانه، بالعكس انا عارفه ان انا هبقى مبسوطه وهحب الدنيا اللي ما كنتش عارفه احبها طول عمري. ايه رايك بقى؟ وطول ما انت صريحه معايا ما تقلقيش خالص. شوف بقى شوف بقى الكلام، لا بجد كلامك يقلق بقى. هو انت اللي تقلق؟ يقلق في ايه بس؟ يقلق في انت محسسني ان انا كل حاجه بقولها كذب، يعني ليه بتحسسني اني كدابه؟ خليني احس ان انا هبقى مراتك وانت واثق فيا يا اخي بقى. ليلى انا مش عيل صغير والحياه علمتني كتير قوي، عشان كده أنا هكون صريح معاكي. أنا عرفت ستات كتير قوي وعارف إن الست عمرها ما بتنسى حاجة وحشة، عشان كده أنا متأكد إن عمرك ما هتنسي اللي حصل بينا. لا طمني، أنا نسيت خلاص ومش عايزة أفتكر أي حاجة. أنا عايزة أبتدي من أول وجديد بجد، عايزة أبتدي معاك صفحة جديدة. طول ما انت بتحبني انا هحبك وهبقى مبسوطه. تمام تمام. شوفي بقى يا ستي، المحل ده من النهارده بتاعك انت، انا اشتريته وكتبته باسمك. انا مش عايز اي حاجه بعد النهارده تزعلك ابدا ابدا. عمري ما في حاجه هتزعلني خالص. ازاي ازعل وانا جنبك جنب مراد؟ ها ازاي؟ انا هفضل اضحك وعايزك تفضل تضحك عشان بيبي كمان هيطلع يضحك. البيبي. وبعدين وبعدين بقى تاني؟ سيب لنا الطلعه دي المره دي. ها طب يلا بينا. اطلع ورا العربية دي يا اسطى. انت تيجي تنور الشركة يعني في اي وقت. الشركة شركتك برضه. لا لا عارفيني انا بقى النهارده مش هقدر بصراحة. ماشي هنظبط احنا الميعاد دوت وبعدين انت تعد عليا. لا يا راجل ما ينفعش طبعا. طيب انا هكلمك بعدين. ايه ده؟ افهم شويه هديك تليفون. سلام. ايه الصدفه دي؟ ازيك علي؟ صدفه برضو؟ ايه بتيجي هنا على طول ولا ايه؟ لا خالص دي اول مره. اكره حاجتين في حياتي، اللي يتخبس عليا والموظف اللي يلف ويدور.
بصراحة هي صدفة مدبرة. لو سمحت تاخدي ايه؟ لا ولا حاجة، مش قادرة. طيب غدا زي بسرعة. قولي لي بقى يا ستي، أنت عايزة مني ايه بالظبط؟ يا ريت تتكلمي، أحب أسأل ألاقي إجابة. عايزة أنجح. أنت عايزة تنجحي برضو بالطريقة دي؟ تقصد إيه؟ أقصد إن أنت عشان تنجحي لازم تشتغلي. الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي هتخليكي تنجحي، مش أي حاجة تانية. واضح إن حضرتك فهمتني غلط، أو يمكن كمان فهمت تصرفي غلط. كل الحكاية إن أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك بعيد عن الشركة وعن الموظف. وبعيد عن الموظفين ليه؟ شوفي يا علي، مش معنى إن أنت جاية من طرف حد مهم وأنا وافقت وما قدرتش أقول لأ، أنا هستحمل كل تصرفاتك اللي مش عاجباني. وجودك عندي في الشركة فرصة ليكي، لازم تستغليها وتتعلمي، ده أفيد لك بكتير إنك تفكري في حاجات تانية. أنا عايزة أشتغل، وكاميليا مش هتخليني أشتغل. كاميليا مش هتخليني أعمل أي حاجة تقدمني لقدام. بالعكس، أنا كل اللي عايزاه من حضرتك كمدير شركة تديني فرصة، فرصة إني أبقى حاجة وإني كل مكانة. على فكرة أنا ما كنتش جاية علشان أضرب في موظفين الشركة ولا أنقل كلام. أنا كل اللي عايزاه من حضرتك إنك تثق فيا وتديني شغلة بعيدة عن كاميليا، وقولي اشتغلي وشوف أنا هعمل إيه. ساعة ما مشيتي وهو لا عايز يكلم حد ولا يشوف حد، حتى أنا ما عادش عايز يشوفني. عارفة ليه؟ عشان ضربتك بالقلم. زعل مني وعاتبني وقال لي إنه مش عايز يعرفني تاني عشان بديت إيدي عليك، وإنه عامل حساب بس للعشرة، وحتى الزيارة اللي بزورها له ما بقاش عايزها خلاص. سلامة، وراح فين؟ أنا جيت ما لقيتوش على سريره، سايب الظرف ده مكتوب عليه اسمك. مشي، مش عشان ما حدش يتفعل الحساب. بيقول إن لو كان ليه ظهر ما كانش حصل اللي حصل. انت كويس؟ نمت كويس يا جابر؟ نعمه الحمد لله. والله انا عارف ان انت قلبك طيب وزي البفته البيضة، وهتعرف ان اللي حصل ده حب مش كره. طبعا. خدوه. خير؟ هو في ايه؟ هتروح مشوار صغير. طب يعني لا مؤاخذه في السؤال، يعني فين المكان ده؟ مكان هيعجبك قوي، هتنبسط على الاخر. يعني معلش لو فيها سؤال، يعني هم دول ليه يعني؟ عشان يهتموا بيك. ربنا يخليك يا مراتي يا حبيبتي، ما حرمنيش منك. الله يخليك. امشي انت، يطلع واقف الباب. اربع ايام الكلب ده ما يتفتحش عليه الباب، مفهوم؟ ابوس 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 ابو
ايه الهدوم اللي انت لابساها دي؟ انت مش عارفه ان انا جاي؟ طلقني. فاضل لك 3 ايام. وانا مش عايزه اعيش معاك ولا يوم واحد. كده بقى يبقى هتخسري كل اللي اتفقنا عليه. معلش، الاتفاق اتفاق. اه طبعا الاتفاق اتفاق. وانا مش عايزه اعيش معاك ولا يوم واحد عشان قرفت منك ومن نفسي ومن العيشه معاك. ايه رايك بقى؟ اكيد طبعا العيشه في الحاره وحشتك. العيشه في الحاره انضف منك. بتغلطي ها؟ بتغلطي. شوفي يا هلا، انت مش فاهمه حاجه خالص، بس عشان انت عزيزه عندي جدا انا بقى هفهمك مره تانيه. بس المره دي حط الكلام ده على افودنك يا بنتي. البني ادم مننا هو اللي بيحط نفسه في المكان اللي يستاهلها، وانت للاسف حطيتي نفسك في المكانه دي. يعني قبلتي ان انت تبيعيلي نفسك بفلوس، قبلتي تبقي جاريه عندي مش زوجه. فاوعي اوعي اوعي مره تانيه تطلبي حق غير حق الجاريه. يلا يلا اتفضلي غيري هدومك، انا مش هطلقك. انا بحب يا هالة اكل التفاحة لغاية اخرها، بحب اخد حقي كامل. يلا يلا غير هدومك. عملتي ايه؟ ارتحت؟ حاسه اني اول مره النهارده اخد حقي من الدنيا، واخد حقي من اي حد اذاني، وسقيته من نفس الكاس اللي دوقهولي. حاسه اني بقيت قويه، اول مره احس بالشعور ده. اسمعي تعالي، عايزاكي تملي البيت كله بخور، وكمان عايزة مية وردة عشان الأسياد بسرعة. فستان عندي وكلمي عمير، قولي له ان انا عازمه على العشاء النهارده.
قلبي مقبوط كده ومش مبسوطة. مش مهم تبقي مبسوطة، المهم انك تبقي مرتاح. طب والنبي ده كلام؟ في حد يبقى مرتاح ومش مبسوط؟ اه، لما يكون مش محتاج حاجة وما بيمدش ايده لحد. دي عندك حق. انا بجد كان نفسي محلي ده يبقى بحر مالي وتعبي، ده كان حلمي وانا صغيرة يبقى عندي محل زي كده. بس كان عندي حلم تاني كان بالنسبة لي اهم بكتير. ايه هو؟ كنت بتحلمي بايه؟ كنت بحلم بحد يحبني، ياخدني في حضنه، يطبطب عليا، يحن عليا. وقتها كان الحلم ده صعب قوي، انت عارفه طبعا، لحد اول ما شفته اكتر بني ادم يا عليا كان حنايل عليا. لما كنت بتخنق ولا ببقى متضايقه كان بينسيني الدنيا. اقولك على حاجه، اول مره خدني في حضنه الهوي الهوي مش هنسى اللحظه دي عمري. خدني في حضنه يا بنتي علي، حسيت ان هو خدني في حته تانيه، عالم تاني مش على الارض، عالم حنين وطيب وكله امان وحب. يا حبيبي الله يرحمه، الوحيد فعلا اللي حسسني بالامان. بس زي ما انتي عارفه احنا موكوسين، الدنيا استكترت عليا ورجعت تاني لوحدي وخايفه. انتي مستنيه حد؟ ممكن يكون مخفي حسني ده عايز ايه دلوقتي ده؟ Ha ha ha!